شهيرة النجمة الجميلة كانت معانا في مداخلة وقالت إنها راحت المهرجان علشان جت تدعمك. السنة دي. مظبوط مظبوط. أنت بتشوف تصرف بقى من سيدة عظيمة زي دي، يا حماتك، بتشوف ده إزاي؟ شايف النبل ده إزاي؟ بقى شايف انه يعني دعم كبير ليا. هي نجمة كبيرة وعظيمة، فشايفه كان يعني شايفه لفتة يعني رائعة منها انها تبقى موجودة وتدعمني وتشجعني. وجودها طبعا أضفى كده نوع من الوقار للمهرجان، نوع من حقيقي البهجة، حقيقي. الناس كانت خصوصا بتقول ممكن ما تزارش، ان هي مش لأنها هتيجي، فاجأت ما بتروحش. الجميع. ما بتروحش. وفاجئتني انا اولا كمان، لانه يعني انت قالت لي اتفاجأت زينا؟ لا كنت عارف انها جايه، لكن فاجئتني بقرار انها تيجي، لاني انا عارف انها يعني زورها قليل جدا، فانا يعني مش عايز، ما كنتش عايز اثقل عليها يعني، لكن هي اللي قررها، وهي قالت لي لا انا هاجي حابة تبقى واحضر معاك. الافتتاح. صراحه كان ليك دور جميل قوي ومهم جدا في مسلسل رحيم. شفنا الصاحب اللي يعني بص اللي احنا بنشوفه في حياتنا اللي موجود. مظبوط. كانت الكواليس مع ياسر جلال عاملة ازاي؟ خاصة ان ياسر انتوا كنتوا فلان عايش احنا في باب قلبي. احنا اصحاب طول عمرنا، واحنا خريجين المعهد مع بعض، واحنا كنا في المعهد سوا. وياسر صاحبي من ايام ما كنا في المعهد سوا انا وهو، واستمرت يعني صداقتنا طول الفترة دي. فكواليس رحيم ان احنا ما كناش بنمثل، احنا كنا يعني قاعدين مع بعض اصحاب. عشان كده اللي ظهر على الشاشه هو حقيقي فعلا، ان احنا انا وياسر يعني صحاب جدا، فده بان على الشاشه يعني. حتى فعلا وصل لنا. في مشاهد احنا قلناها قبل كده كتير في قعداتنا يعني.